إثراء نقاش حول الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيره على أسواق سلة الغذاء، يتواجد معنا عبر خدمة سكايب الدكتور لطفي غرناوت، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة تولوز بفرنسا. مرحبا بك دكتور. إذا بدأت تداعيات أزمة البحر الأحمر تلقي بظلالها على سلة الغذاء وعلى أسعار الحبوب وتجارة الحبوب وكذلك مختلف البضائع كالبن. كذلك أستاذ لطفي غرناوت، هل دخلنا في مرحلة الاضطرابات بالنسبة لمسألة استقرار الأسعار في الأسواق الدولية؟ نعم، نعرف أنه يعني هذا الطريق، يعني طريق البحر الأحمر، هو يعني يعتبر شريان اللي من يعني من وطريق هام يعني للكوميرس يعني الماريتيم في العالم، يعني لهذه السلع، خاصة سلع حيوية، نتحدث على 12% تقريبا إلى 15% من يعني من التجارة البحرية العالمية تمر عبر هذا يعني هذا الطريق، هذا المضيق اللي يعني من خليج عدن لباب المندب وقناة السويس. وبالتالي أظن أنه يعني الأسعار عارفوا أنها تتأثر حتى يعني فيها هاجس اليوم، تتأثر حتى يعني بالتوقعات السلبية اللي ما نعرفوش يعني إلى ما أي مدى يتطور هذا الصراع الاستراتيجي. وبالتالي الأكيد أنه يعني الأسعار سترتفع، لأنه الأسعار سترتفع لأنه اليوم الشحنات، يعني خاصة يعني الشحنات يعني اللي التي تمر من أوروبا إلى آسيا أو إلى يعني شرق إفريقيا، لدول شرق إفريقيا، لأنه اليوم يعني ارتفاع في أسعار النقل اللي يعني حسب يعني الكابيني ديكسبرتيز، يعني يعني الشركات العالمية للنقل يعني ضاعفت تقريبا يعني أسعار النقل، ويعني وبالتالي الأسعار مرتبطة بهذا يعني الصراعات الجيوبوليتيك، هذه الصراعات الجيوستراتيجية، يعني وتتعلق ايضا باسعار النقل اللي ترتفع، يعني وتاخر في لا ليفريزون، صدق تاخر في يعني توزيع هذا السلع الحيويه. لا اظن انه اليوم رانا يعني في موقع نتحدث عن قله في العرض، العكس يعني فيه وفره في العرض في هذا يعني هذا يعني هذه الفترة من السنة، خاصة يعني مع يعني حتى أوكرانيا يعني اليوم يعني الوضع يسمح لها بمضاعفة يعني شحناتها من يعني من التصدير وأوروبا أيضا. لكن المشكل اليوم يعني يبقى في يعني في التأخر وصول هذه الشحنات ومرورها، يعني لأنه فيه يعني طرق بديلة، ولكن هذه الطرق البديلة غير ناجعة لأنه التكلفة هي اللي ترتفع. وبالتالي اليوم يعني المشكل ليس في الوفرة، وإنما في ارتفاع الأسعار وفي تأخر يعني في نفس السياق. الأستاذ لطفي غرناوت، من قبل جائحة كورونا كانت أزمة النقل البحري ومسألة النقل البضائع، الآن دخلنا في أزمة من نوع آخر وهي أزمة التسليم والتوزيع في الموعد المحدد، في المواعيد المحددة. ربما أزمة ليست شبيهة بأزمة كوفيد-19، لكن تجربة أخرى يخوضها العالم في مسألة أزمة وخلل التسليم والعودة إلى الطرق الكلاسيكية والتقليدية عبر طريق رأس الرجاء الصالح عبر جنوب إفريقيا نحو موانئ أخرى عبر العالم. ألا تعتقد أن اليوم العالم كله يخوض تجربة أخرى والاقتصادات العالمية في مسألة تأمين التسليم وطرق تأمين التسليم؟ الآن بدأ الحديث عن مسائل التأمين وشركات التأمين وزيادة أسعار نقل الحاويات مع تأمين النقل البحري. نعم، لذلك اليوم يعني كل هذه الدول اللي تأثرت، يعني خاصة يعني الدول الأوروبية اللي تستورد يعني وتصنع حتى منتجاتها يعني عالية التكنولوجيا في 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 آسيا لقلة يعني لانخفاض التكلفة وتعيد استيرادها يعني للقارة الأوروبية، وحتى يعني بالنسبة لناقلات النفط والغذاء، اليوم أظن أنه كل هذا يعني يسهم في نشوفوا أنه في حالة تأهب، يعني اليوم الآثار غير مرئية، يعني وما فيش انعكاسات يعني كبيرة على هذه التجارة العالمية، لكن إذا تطور الوضع
يعني في الأشهر وحتى في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن ذلك سينعكس يعني بشكل مباشر، وبالتالي هذا ما يدفع هذه الدول، العديد من الدول، للتأقلم مع هذا الوضع الجديد، يعني في إيجاد طرق بديلة، وحتى ربما حتى يعني إعادة النظر، يعني في خاصة الدول الأوروبية، في حتى في استثماراتها في الدول الآسيوية، وتحويل وإيجاد يعني أسواق للاستثمارات، يعني في شمال إفريقيا، في إفريقيا أين يتوفر النفط. أنه اليوم نتحدث على ارتفاع وتخوف، خاصة في ارتفاع أسعار الطاقة، وشفنا يعني حتى في وقت يعني في فترة الكوفيد، يعني يعني المشكل اللي كان أكبر أيضا كان فيه مشكل طاقة، وشفنا يعني حتى في الصراع استراتيجي يعني بين روسيا وأوكرانيا منذ سنتين، يعني خاصة يعني الصناعة والسلاح وكل هذا يعني هذا يعني هذا القطاعات الاستراتيجية تأثرت بشكل مباشر، وحتى هذه الموجة يعني لافاغ انفلاسيونيست يعني كانت بسبب يعني ارتفاع المواد الطاقوية، يعني اللي تدخل يعني حتى بأكثر من 40% من تكاليف الإنتاج، وبالتالي نظن اليوم يعني فيه موجة أو فيه يعني إعادة نظر في الاستراتيجيات لمواجهة بجد في نفس السياق بديلة يعني في نفس السياق الأستاذ لطفي غرناوت، أثرت نقطة مهمة، مسألة إعادة الاستراتيجيات وضبط الاستراتيجيات ومسألة الاستثمار في بلدان قريبة مثلا من القارة الأوروبية. هل نعيش الآن ونخوض الآن حرب المواقع والمنافذ البحرية والمناطق الاستراتيجية، ويمكن كذلك إيجاد بدائل الاستثمارات في بلدان لم تستغل بعد استراتيجيتها في مجال الفلاحة مثلا؟ أكيد خاصة يعني الدول الإفريقية يعني اللي هي في موقع استراتيجي يعني مقابلة يعني للاتحاد الأوروبي كقوة تكنولوجية وكسوق يعني كسوق يعني للاستهلاك، وأيضا يعني لتصدير تكنولوجيا، وأيضا من الجهة الشرقية يعني مقابلين يعني يعني إفريقيا تقابل يعني آسيا، كل الدول يعني هذه الدول اللي لديها يعني سوق استهلاك كبير، وبالتالي أظن أنه نعم في حرب في يعني للتموقع والاستقطاب هذا الاستثمارات الكبرى، خاصة الدول الإفريقية اللي نعرفوا أنه فيها يعني يد عاملة يعني يعني نقولوا منخفضة يعني التكاليف، يعني يمكن للاتحاد الأوروبي يعني للاستثمار، وحتى يعني الدول الإفريقية يعني الاستثمار في هذا النقطة واغتنام هذه الفرص. يعني مثال يعني نقدم مثال فقط، البرازيل مثلا اغتنمت الفرصة يعني هذا المشكل يعني في يعني في البحر الأحمر، يعني في البحر الأحمر يعني شكل فرصة سانحة للبرازيل مثلا لتصدير العديد من منتجاتها نحو الكونتينون أوروبيان، وحتى يعني بعض الإجراءات اللي قامت بها يعني لاستدير دي ميجور بروتكسيونيست اللي قامت بها يعني الهند كأكبر مصدر مثلا للأرز، قامت يعني البرازيل باغتنام هذه الفرصة لتصدير لإيجاد أسواق وتصدير الفائض من منتجاتها، وبالتالي هناك يعني حرب يعني في هذا التموقع. اليوم نشوفه أيضا يعني هناك قنوات أخرى راهي متأثرة، يعني حتى حوالي 6% من الكوميرس ماريتيم انترناسيونال يعني يمر بها، وهي قناة يعني في بنما تأثرت أيضا حتى بالتغيرات المناخية، وبالتالي اليوم أظن أنه فيها هذه الاستراتيجيات اللي الدول الكبرى خاصة المستهلكة للطاقة، وأتحدث يعني بشكل مباشر على الدول الاتحاد الأوروبي اللي نشوفوا أنه فيه حتى اليوم كل الدول الأوروبية تشهد تظاهرات كبيرة، يعني خاصة في القطاع الفلاحي اللي يشهد ارتفاع كبير في الأسعار الطاقة، واليوم يعني هذا الكونفلي جيوبوليتيك اللي راه يتوسع، يعني هذا البؤرة الحرب والصراع اللي توسعت حتى لهذا القناة السويس، اليوم يعني يعني تعتبر مؤشر لارتفاع في أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وبالتالي كما قلت يعني ما راحش يكون فيه يعني قلة في
في نفس السياق في الوفرة. نعم. في نفس السياق الأستاذ لطفي حتى نتمم فكرة أخرى ونربطها بتحولات وتحولات الأسواق. الآن أسعار حبوب الروبستا التي تدخل في صناعة القهوة كذلك والقهوة الفاخرة وكذا والتي تستهلك بكثرة ارتفعت في الأسواق العالمية ب 30% في الفترة الماضية، مع كذلك تأثر ما هو موجود بالقهوة في فيتنام في العديد من الدول. هناك دول استغلت الفرصة مثل ما تحدثتم مثل البرازيل فيما يخص إنتاج هذه المادة التي يستهلكها سكان العالم خاصة في مناطق عديدة وخاصة في أوروبا وشمال إفريقيا. ألا تعتقد أن الآن هذه الأزمات تخدم دول على حساب دول أخرى مثلا مثل البرازيل في إنتاج البن؟ نعم نعم، وبالتالي يعني هذا يؤكد يعني أنه في حرب يعني تموقع يعني فعلا. حرب تموقع يعني سواء جغرافيا أو سواء أيضا في يعني في منافسة لإيجاد أسواق لي يعني يعني لتصدير هذا المواد، خاصة يعني مشكل أو يعني مادة القهوة، يعني خاصة هذه المواد اللي يعني المنتجين في العالم لهذا المواد الأكثر استهلاكا حول العالم مثل السكر مثل البن، يعني فيه الدول يعني التي يعني تنتج هذا النوع من المواد تعد على الأصابع. وبالتالي اليوم يعني فيتنام تتأثر بشكل مباشر لأنه في البحر الأحمر يعني خاصة يعني المنتجات أو لنافيغ يعني البواخر الشحنات التي تأتي من آسيا نحو أوروبا يعني هي اللي تأثر أكثر من الشحنات يعني اللي تأتي من في الاتجاه المعاكس يعني من أوروبا نحو الجنوب يعني الاتجاه المعاكس. وبالتالي يعني الأكيد أنه يعني البرازيل اغتنمت العديد من الفرص يعني في يعني مثلا في بالنسبه للهند اللي حضرت تصدير منتجاتها تصدير الارز مثلا وحتى الذره. والبرازيل معروفه يعني البرازيل والارجنتين معروفين يعني بانتاجهم يعني الكبير لهذه المواد خاصه الذره اللي يستهلكها كل العالم حتى اكثر من الحبوب البن يعني لانها ماده استراتيجيه بامتياز واكثر من القمح. وبالتالي اليوم راه فيه يعني حرب للتموقع وكل الدول بكل بدون استثناء مطالبه يعني بايجاد استراتيجيات ومراقبه يعني حتى يعني يفو ماتر دي سيلول دو في يعني لمراقبه هذه المؤشرات. اليوم لدينا العديد من المؤشرات مؤشرات مناخيه، لدينا مؤشرات مناخيه لانه تاثرنا بالمناخ وبالتالي هذا اثر على كو تاع لا برودكسيون ستادير واسعار هذه المواد الغذائيه في العالم. العديد من الدول تاثرت بمواجهه لا سيشخاس، وبالتالي هذا مؤشر اسورفي يعني دوتر انديكاتور مؤشرات متعلقه يعني بلا جيوبوليتيك. وبالتالي كما نقول دائما يعني pour produire des aliments il faut toujours donc on a besoin il faut de la terre il faut de l'eau il faut de la paix surtout ou pour produire في نفس السياق international prospère il faut aussi c'est-à-dire des relations internationales harmonieuses il faut aussi c'est-à-dire des voies fluides etc. في نفس نعم في نفس السياق الأستاذ لطفي تحدثت عن المناخ وأهمية المناخ، هل ربما تستفيد دول التي تتنوع فيها المناخ مثلا من مناخ شبه حار إلى مناخ دافئ لإنتاج العديد من المواد داخلة في سلة الغذاء المهمة لتأمين أمنها الغذائي مثلا أستاذ لطفي؟ يعني هل بإمكان دول أن تنوع من إنتاج سلة الغذاء مع الصراعات الموجودة الآن في العالم والتخلي عن استيرادها في الفترات المقبلة؟ أكيد أكيد يعني هو يشوف يعني الأمر معقد نوعا ما، لا يمكن لأي دولة أن تكون يعني مكتفية ذاتيا خاصة مع هذا يعني لا مونديالايزاسيون. نعم على الأقل سلة الغذاء أستاذ لطفي، على الأقل سلة الغذاء الأساسية، على الأقل الحبوب مثلا والحبوب الجافة والبقوليات.
نعم، باش نكون يعني بشكل مباشر ومنطقي، الأكيد أنه يعني أكبر دول يعني القارة الإفريقية هي يعني اللي لديها أكبر إمكانيات، يعني عندها دي غوسوغس نو إكسبلواتي، صادق عندها إمكانيات غير مستغلة، غير مستغلة فعلا. في هذا المجال خاصة يعني في مجال مع تنوع يعني تنوع المناخ بها، مع وفرة يعني تنوع المناخ لي غوسوغس خاصة إدريك صادق غير مستغلة، اليد العاملة الأقل تكلفة، وخاصة خاصة خاصة توفرها على الطاقة فعلا. على الطاقة ونتحدث بشكل مباشر عن الجزائر مثلا اللي يعني تتموقع تتمثل يعني تمثل يعني قوة يمكنها تمثل قوة فلاحية يعني كبيرة يعني على غرار يعني مش مثلا مثل يعني الدول الأوروبية اللي on peut dire على épuiser ses ressources يعني اليوم هي يعني تحاول يعني الاكتفاء ذاتيا يعني نتحدث على كل القطاع يعني كل اوروبا وهي غير مكتفيه يعني من خلال يعني المواد الطاقويه، وهذا يعني ما يجعل التكلفه يعني تكون كبيره، وبالتالي اظن انه يعني بخصوص الدول يعني الافريقيه يعني هي فرصتها لجلب العديد يعني جلب هذه التكنولوجيا اولا، لاننا بحاجه الى هذه التكنولوجيا، ايجاد استراتيجيات تكون ناجعه ومنطقيه لاستيراد التكنولوجيا كوت كوت يعني حتى والتكنولوجيا غاليه يعني غاليه الثمن، لازم اولا ندخل التكنولوجيا من حتى على التكنولوجيا، ليس فقط الابتكارات، ليس فقط الماكينات او يعني الالات، وحتى لي براتيك ستادير لازم نقوي من هذه العلاقات يعني رابح رابح وجلب الاستثمارات الكبرى في القطاع الفلاحي لي يعني تخفيض يعني هذا يعني تعلقنا بال يعني بالدول الاخرى خاصه في مجال الحبوب الاكثر استهلاكا، اليوم نشوف انه العديد من الدول الافريقيه يمكنها ان تكون مهدده يعني في الاسابيع، خاصه افريقيا الشرقيه مهدده في الاسابيع القليله المقبله يعني بسبب هذا الصراع اذا يعني تواصل يعني ازدادت بؤره هذا الصراع في هذا المضيق الاستراتيجي، وحتى يعني دول كمصر اللي يعتبر لها يعني قناة السويس كمصدر دخل كبير، وبالتالي أظن أن إفريقيا هي يعني من الدول إذا كان فيه يعني مجلس لتنمية إحداث هذا التكامل في بين الدول الإفريقية يعني بخصوص يعني في مجال التكنولوجي في مجال يعني استغلال خاصة استغلال المنطقي والعقلاني لكل ما يعني لمواردنا، اليوم في الجزائر مثلا يعني رانا في حوالي 8 يعني فيه مجهودات كبيرة لاستغلال ما أمكن من إمكانياتنا، اليوم نستغلوا حوالي 8.5 مليون هكتار من مواردنا الطبيعية يعني من الأراضي من الأسا ولا سيرفاس أغريكول أوتيل، يمكننا الرفع يعني من هذه المساحات المستغلة حتى ويعني لتحقيق على الأقل 90% من اكتفائنا من الحبوب الاستراتيجية، وهذا لا يمكن إلا يعني يعني لإحياء الأرض لازم لنا يعني استغلال الموارد يعني الموارد المائية وإدخال التكنولوجيا في مسألة يعني تحلية المياه في التكامل وتوفير لي يعني كل لي موين دو برودكسيون بيان سور il faut tout tout d'abord il lazem en mise tout d'abord sur la la recherche scientifique avant tout البحث العلمي البحث العلمي هو يعني المنطلق لإحداث هذا يعني هذا التكامل في القطاع الفلاحي اللي اليوم يعتبر يعني هو القطاع الحيوي لأنه هو المحرك لقطاعات استراتيجية أخرى كالصناعة التحويلية مثلا، وبالتالي الدخول للتصدير، لأنه اليوم سافو با الكو دو برودوير دو لا طومات اي اكسبورتي دو لا طومات تصدير انتاج وتصدير كذلك راني نصدر في يعني في موارد مائية واللي يعني ماهيش حاجة رونتابل، وبالتالي باش يعني باش نديروا لا فالور اجوتي بور كري دو لا فالور اجوتي القيمة المضافة شكرا لك شكرا. اليوم الجزائر مثلا يعني تسخر بالعديد من المنتجات كيعني زيت الزيتون بالعديد من المنتجات يعني شكرا الاستاذ لطفي غرناوت استاذ الاقتصاد الزراعي من جامعة تولوز الفرنسية.